البر. بهذه الطريقة؟ أوه، هذا. أنت لا تلوح بمطرقة يا أرند. حاول برفق أكثر. أصابعي السمينة ليست رقيقة. حسناً، أعدها. تتبع الخط إلى يمينك، اليمين الآخر. رأيته الآن. إيلوي وجدته في الشمال. أمسكتك. يسمونها حفلة إيقاع الاتجاه. هذه هي الموسيقى. أرند، أنتم بخير وموجودون. سوف يستمر العالم إن قمت بعملك. نتعلم بسرعة لجعله حقيقة. تريدين كل النسخ الاحتياطية؟ أمامنا الكثير من التدريب. بالطبع لن تصبح صياداً في ليلة. كل بذرة تنمو بمعدلها ستزهر بالتأكيد. صديقك من تيناكث قد وصل. كوتالو، محاربوهم يشربون الدماء. ربما سيكون علي الحذر. رأى ما يكفيه من الدماء في حياته. أوصلته إلى غرفة. إنه يقدر الخصوصية. يبدو أنك تسيطر على الوضع. لأخذ تلك إلى غايا. حسناً، سوف نتدرب ونلحق بك بسرعة. رأيت رموزاً في أحلامي فعلاً. حسناً، حين كنت تتسكع بالخارج عملت مع غايا لأعرف عن أسياد الأرض. لذا فأنا أرى أنك تحتاج تدريباً. هيا. حسناً. إذن هذا هيفاستوس، يبدو أنه حداد غايا الشخصي. إيلوي، تسرني عودتك، وأرى أنك استرجعت إيثر. رجاء استكملي الدمج، لدي مسألة أناقشك فيها. ماذا سنناقش؟ حينما كنت غائبة تلقيت إرسالاً على تردد إيلوثيا المخصص لي. إيلوثيا؟ أحد البرامج الفرعية التي لم نرصدها. أجل، حدث الإرسال ببطء لدرجة أنه بدا كومضة بيانات وسط الخلفية. بمجرد ملاحظتي للحادثة تطلب جمع الرسالة الكاملة وقتاً. إحداثيات. إلى أين تقود؟ لجبل شمال غربي هذه المنشأة. هذا تحذير يا إيلوي. ربما يكون الإرسال حقيقياً. من الممكن أيضاً أن يكون قد بثه شخص ما أو شيء ما. تظنين مصدره إيلوثيا؟ لست متأكدة. نداء استغاثة؟ كلمة من العالم القديم. إشارة استغاثة. طلب مساعدة يائس. حسناً، سأذهب للإحداثيات وأتفقد مصدره. بمفردك؟ ها! محال! أدرجت إيرند وفارل في الاجتماع عبر مصلاتيهما. أتفق أنه عليك ألا تتحققي بمفردك. ماذا إن كان فخاً؟ بالطبع قد يكون فخاً، لكن إن كانت إيلوثيا فإنها في مشكلة وعلي إرجاعها. لا تقلق، سأتوخى الحذر و... سنأتي معك. حسناً، أحضرا أغراضكما. سننتظرك عند المخرج لو سترقين عتادك.
غايا، ما هذا؟ جهاز تحكم للتصوير من خلال الدرونات مرتبط بهذه الفقاعة. سأنقل البيانات المرتبطة إلى مصلاتك. إذن نظام مراقبة المناخ الظرفي، درونات تراقب حالة الغلاف الجوي المتدهورة. الغرض كان العرض على القبة، لكن لم تعد الدرونات متصلة. إن وجدت الدرونات في البرية سأخذ البيانات منها وأستخدمها لتوصيلها واسترجاع شاشة العرض. وصل بث الدرون. خطأ، بيانات مفقودة. خطأ، الدرون غير متصلة. خطأ، بيانات مفقودة. خطأ، وصل بث الدرون. خطأ، الدرون غير متصلة. خطأ، بيانات مفقودة. خطأ، وصل بث الدرون. خطأ، الدرون غير متصلة. خطأ، بيانات مفقودة. إيلوي، كان مكراً منك إضافة فارل وأرند لمحادثتنا. سعيدة لمساعدتهما. تودين مناقشة شيء قبل المغادرة؟ كيف حال كوتالو؟ اكتشفت أن فقدان ذراعه ما زال يؤلمه، رغم أنه لم يعبر عن أفكاره. قد أساعده في محاولة علاجه إذا كان مهتماً. حقاً، أثق في هذا. ما حالة المحيط الحيوي؟ هل يعمل نظام إعادة التأهيل؟ نوعاً ما، لم يتوقف النظام عن العمل قط. الفارق، منذ تدمير السابقة لم يكن هناك منظمة مخابرات لرصد عملائها الآليين والتكليف بالمهام الجديدة. والنتيجة، تراكمت الأخطاء، ويوماً بعد يوم انحرف المحيط الحيوي بشكل حاد نحو الدمار. الشهور الحالية أصبح المحيط الحيوي مضطرباً بوضوح، لكن الظاهرة الحديثة تقدم تلميحاً على أن التشابك وتسارع وتائر الاختلال البيئي يقودون المحيط الحيوي للأرض إلى الانهيار. ألا تفعلين أي شيء لإيقافه؟ إن أعدت إيثر وبوسايدن وديميتر إلي، يمكنني القيام بتعديلات متواضعة إلى النظام. الطقس سيتحسن، وستصبح المياه نقية، ونمو النباتات سيقيد. لكن التعديلات لم تدرأ الانهيار، لكنها ستعطينا الوقت. بمساعدة هيفاستس، يمكنني تصميم وإنتاج عملاء آليين مهمتهم إصلاح الأضرار بشكل نهائي. كل الجهود ستكرس تجاه ذلك الغرض. كم من الوقت لدينا؟ بهذه المعدلات وبلا عوامل إضافية، ليصل المحيط الحيوي لنقطة لا عودة يحتاج لأربعة أشهر. وإن وجدت إيثر وديميتر وبوسايدن ودمجتها معك، سوف تحصل على أشهر قليلة. لكل شيء قيمته. كيف تسير الأمور؟ زو كانت تدرس هيئة أسياد الأرض في محاولة لفهم علتهم. من دون إمكانيات هيفاستس، لن أتمكن للأسف من تصحيح برامجهم. مع ذلك، أنا وزو نأمل في العثور على طريقة لعلاجهم. حسناً، استمري. فارل وزو يحبان قضاء الوقت معاً. بالطبع، ببيانات العالم القديم اكتشفت زو نمط حياة غذائي يعرف
باسم النباتية. قدرت أوجه تشابهه مع ممارسات أوتارو وشجعت فار على تجربة هذا النمط. وكيف سار الأمر؟ أعتقد اتفقا على ألا يتفقا. سأذهب وداعا الآن. جيد، سأتفقده حين أقدر. أين رأيت هذا؟ أستطيع فتح الباب الآن. إيلوي، جمعنا المؤن في الصندوق، خذي حاجتك. فارل سعيد برفيقته. التعلم هو الأفضل. عدت إلى أغنية سهل؟ فكرت في الأمر، لكن لا أعلم ما أخبرهم. تظنوني كورس بالفعل شوكة في الحلق. إن علموا ما فعلناه بفا، حتى وإن فهموا، هناك القليل الذي يفهم عن هذا. لا، يجب ترك القبيلة وراء ظهري. أنا علي الذهاب. أتتحرين عن إشارة قادمة من فرع غايا؟ ربما، سنتأكد بعد التحقق. احذري. سنفعل. صور مجسمة؟ غايا، ظننتك قلت إن البيانات دمرت. حولت المعدات لتخزن البيانات التي حصلت عليها في رحلاتك. إيلوي، جيد رؤيتك. أظن لديك الكثير من الأسئلة. علمت بأمر عدونا ونواياهم. أصدقاؤك عرضوا علي الرؤية التي تحتفظين بها غايا، وأعطوني هذا المسلاط. أنا لا أتظاهر بفهم كل شيء. ما أريده هو أين أتدرب ومتى أقاتل. أهلا بك إذن. علي الذهاب. اطمئن على هيكارو والبقية، سنرحب بهذا. سأفعل. سمعت أن فارل وإيرند سيرافقانك في مهمة، تحتاجين مساعدتي؟ احمي أنت وزوء القاعدة ونحن بالخارج. حسناً، لتحميك العشرة. سيتطلب الوصول إلى موقع. ها هي ذي. جاهزة للذهاب؟ لنذهب. انظروا، ثلاثة مقاتلين متجهون نحو المجهول. سيكون خيرا. Huh?
ألا بد أن تكون إشارة الاستغاثة على جبل شديد الانحدار؟ حدث شديد السوء. فارل، أيوجد شيء هناك؟ علم. لنرى أرض المعركة. لنبدأ بالزينث. من الواضح أنه يوجد زينث أكثر مما نعرف. حقاً قتلتي أحدهم؟ كدت أهلك. أياً كان ما فعله المتمردون، فقد قضى على درعها. لكن لما كانت هنا؟ أستطيع الوصول إلى آخر ملف تواصل لها. سأستعمل مصلاتي لمسح أرض المعركة. ماذا عن سلاح الزينث؟ كان يبدو أنها تستطيع التحكم به. مرحبا فيربينا، لكن ماذا لديك الآن؟ تفقدت كل مكان ولا أثر للأصل. هل نتوقف عن هذا البحث عقيم؟ دعينا لا ننسى من سمح له بالهروب من البداية. والآن أريد رؤية النتائج في الليل. بوسعك تحقيق ذلك؟ مهلا، أظنني أرى شيئا. دوتيناك وأوسيرام وزينيث وأربوط مخيف. أحتاج مشروب. أوسيرام ومعه مصلات. يبدو أنه كان يرسل بيانات عن السلاح لمكان آخر. لا يزال السلاح ساخناً. أريد أن أعرف كيف يعمل، لكن سأتفقده حينما يبرد.
مجال القوة. تلقى هذا الطيف تعليمات بالمساعدة في استرجاع الأصل. أتساءل ما هو هذا الأصل؟ لو البنوك يتحملون البرد القارس فأنا أيضاً سأتحمله. الطقس بارد هنا. يبدو أن المتمردين خيموا هنا. أكانوا يراقبون المنطقة؟ حسناً، أظنني كونت فكرة عما حدث. علي العودة لآرند. يا من ترين ما هو غير مرئي، ماذا وجدت؟ كان هذا هجوما مخططا له. وجدت عتاد تخييم هناك. المتمردون راقبوا المكان لأيام على الأقل. كانوا ينتظرون مجيء الزينث ليتمكنوا من تجربة السلاح. لدى الزينث درع شخصي يحصنهم، لكن السلاح بدده بطريقة ما. الأسرم استعملوه لإرسال البيانات لمكان آخر. كان هذا نموذجاً أولياً. أعرف عمالاً يفعلونها. إجراء اختبار طفيف قبل الإطلاق. أظنه قيد التنفيذ طالما انفجر. كانت تبحث عن شيء فقدت. درونها تلقى تعليمات لاسترجاع شيء يضع الأصل. الأصل، هل ذلك البرنامج الفرعي الذي ذكرته إلوثيا؟ لا أعرف. هيا لنحدث فارن. هذه حفرة عميقة. حفر شيء نفقاً في الجبل. يبدو جديداً. أياً كان، لابد أنه قوي. الزينث التي قتلت كانت تبحث عن شيء يدعى الأصل. لا أعلم ما هو، لكن أظن أنه بالأسفل. حسناً، إلى الأسفل. آرند، ابقى هنا وراقب. تلك الزينث ليست الوحيدة. لا أريد مباغتة الآخرين إن ظهروا. اتصل بنا إن لاحظت شيئاً. حسناً، إن ظهر شيء سأخبرك. لنذهب. توجد بعض أنقاض العالم القديم هنا. ألدى أفراد زينث نسخة احتياطية من غايا؟ أجل، من معمل الاختبار. ربما كانوا يريدون إيلوثيا ووجدوها فأرسلت استغاثة. ربما.
يبدو مركز بيانات من نوع ما، ربما أصل لأنظمة المنشأة من خلال جهاز التحكم. لم أرى جهاز إرسال كهذا من قبل. يبدو أنه تدمر ذاتياً. كان هذا مختبر أبحاث فارزينة. يبدو أن بيانات كثيرة بثت من هنا حديثاً من ذلك الجهاز القريب. هل اختفت إيلوثيا؟ إن كانت هنا فيحتمل ذلك. إذن سنستكشف أطفال فارزينة يبحثون عن الأصل. على الأقل لا توجد روبوتات مميتة ضخمة أو شيء تفجرينه. كل هذه الأشياء، ماذا فعلوا هنا؟ بمعرفتي بفارزينة، أوجدت ما يخبرنا بماهية الأصل؟ مذهلة. لا أظن ذلك. هذا المكان كبير، لعله غرفة تخزين. ربما الأصل هنا في مكان ما. إن كان هنا فبشكل ما لم تجده الزينث. لنتفقد المكان. إذن ما رأي إيرند في كل هذا بجدية؟ حسناً غايا، الزينث، المصلاق، هذا كثير، لكن حين لحقت به في وادي الرعب وطلبت مساعدته ترك كل شيء وعاد. إنه مخلص، لا شك في ذلك. جهاز تحكم للوصول إلى وحدات التخزين. سيخبرنا إن كان الأصل في أحدها. لنكتشف ذلك. وستتمثلثون حاوية في المخزن. يرجى إدخال رقم الحاوية التي تريد استعادتها.
236، ألا يوجد رقم في إشارة الاستغاثة؟ أجل، لأتفقد السجلات. حاوية في المخزن، يرجى إدخال رقم الحاوية التي تريد استعادتها. ربما هذه. لا شيء. حاوية في المخزن، يرجى إدخال رقم الحاوية التي تريد. ماذا عن فارغة أيضا؟ حاوية في المخزن، يرجى إدخال رقم. هيا لنجرب. لا شيء. ماذا عن الرقم في إشارة الاستغاثة؟ حاوية في المخزن، يرجى إدخال رقم. إيلوي، إنها أنت. البشرة كالثلج. أصيبت في رأسها، لكن لما؟ أهلاً إليزابيث، أنا لا أعرف بما أدعوك. أنا اسمي بيتا. علي أن أسرع، لدي دقائق قبل أن يكتشف حارس اختفائي، وأحتاج لإزالة هذا. تمنيت إيجاد ملجأ معك، لكن لو تشاهدين فأنا ميتة. لتحذري مع فارزينت، إنهم قساة ولديهم ألوثيا أرتمس وأبولو الآن، لكن ليس لديهم نواة ضاية لدمجها. انجحي وإلا سيذهب كل هذا. بالتوفيق وداعا. إذن هي
لا تزال حية. لنعدها إلى شيء. أوه اللعنة تطير. إيلوي، إيلوي، أيمكنك سماعي؟ إيرند، ماذا هناك؟ هذه الأشياء انبثقت من السماء. إن أحدها يتجه إليك والآخر بالأعلى. قادمان، ابقى محتميا حتى أصل. حسنا. احمها في الغرفة، مهما يحدث ستبقى معنا. سأحميها. فلأستعد قبل أن يصل الطيف. لن أجعلها تصل إلى فارلو والنسخة. قد جاء. إنك قبيح. مواضع ضعفه. ذلك شيء سريع. Thank you.
أقتحمه، والآن سأواصل. خلصت منه. أنت بخير يا إيلوي؟ أجل، أتجه للأعلى، ابقى بالأسفل مع النسخة. حسناً، سأتبعك حين تهدأ الأوطار. أنا صنعت فخاً. لأعد إلى الأعلى وأتولى أمر الطيف الآخر. آمل أن يبقى إيرند خلف ساتر. انتبهي، هذا الشيء يدمر المركز. كما أنت، سأرى ما أفعله. سأتيك إن احتجتك على الفور. الطيف لا يتزحزح عن تلك البقعة. قد أتسنن بالقرب منه إذا ابتعدت عن خط النار. بها درع من نظمة، يجب التسلل من خلفها. أخرجه شخص من واجهته وجها لوجه. يتهشم سلاح ثقيل، سأستخدمه ضد الطيف.
سلاح ثقيل سيساعد. إيلوي ابتعدي. حسنا أفضل. إيلوي، إنها... لست مخموراً، لكن إني أرى اثنين. قصة طويلة، سأقصها لاحقاً. تحتاج معالجاً لنعد بها إلى القاعدة في الحال. صحيح، أجل، ماذا ننتظر إذن؟ أنتما انطلقا، سألقي نظرة على السلاح. إن اكتشفت كيف يعمل هذا، لن يصبح أفراد الزينث لا يقهرون.
تبا. حسنا، هذا أفضل من لا شيء. لأوصل قطعة السلاح إلى غايا. إن استنسخناها فربما نهزم أفراد الزينث. ينبغي تفقد النسخة أيضاً. فارل، أين ضيفتنا؟ نحن في الممر أسفل غرفة التحكم. حسناً. القدامى يرسمون وجوه. إيلوي، سعيد أنك عدت سالمة. أصيبت بالذعر عندما استيقظت وتعثرت. من الأفضل انتظارك. أنا سأحدثها. أهلاً. أنت بيتا صحيح؟ أنا إيلوي. ما الخضب؟ أهي إصابتك؟ متلازمة الانسحاب الزائف. أنا لا أفهم. إزالة لجهاز بيانات مدمج بالأعصاب. في العقل المخيخ يحدث له سقوط حر حسي. يبدو كل شيء مزيفاً بعيداً. هل هناك ما أستطيع فعله؟ لديك مسلط آخر؟ إنه بدائي لكن لا بأس. أجل، تحميل. إذن إيلوي، إنك تريدين معلومات عنك وعن الزينث؟ أجل، لم هم هنا وماذا يريدون؟